وكانت النقطة سيادة الوزير لما حضرتك شرحت ورددت أكتر من مرة إحنا بنشتغل على القطن قصير التيلة، ويمكن سمعنا آراء بتقولك إيه يعني إيه، لأ طب فين القطن طويل التيلة اللي هو إحنا دي الميزة اللي عندنا في بلدنا؟ آه سعره بيبقى أغلى لكن نقدر ننافس بيه، ليه ما بنركزش عليه نستحدث مثلا سلالات تانية أو يعني بس ما نهملوش؟ فإزاي حضراتكم شايفين القطن الطويل التيلة وجوده في منظومة التطوير؟ خليني ارجع 30 سنه ورا. كنا بننتج او بنزرع مليون فدان من الاقطان طويل. احنا عمرنا ما زرعنا قصير تيل. حتى متوسط التيله اللي بنقول عليه متوسط عندنا هو بالنسبه للاقطان اللي بره طويل. تمام. وله مميزات غزليه رائعه بالمقارنه بسواء قصير التيله او حتى بطويل التيله اللي هو في الدول الثانيه كلها. فعلى قد ما نقدر ان احنا نسوق ونقدر نبيع من الاقطان بتاعتنا هنبيع وهنزرع وهنصنع. بس اللي عايز اقوله لك انه احنا نزلنا من مليون فدان زراعه في الثمانينات الى 136 الف فدان فقط في عام 2016. السنه دي هنعمل 170 الف امتار، تقريبا 1.2 مليون امتار احنا بنصنع منهم في مصر، حوالي 350 الف امتار، يعني تقريبا الربع. الثلاث ارباع بيتباع كقطن بره. وده اللي انا بقول ان احنا هنحاول ان احنا نبيعه بسعر اعلى. لو نقدر ان احنا نرجع تاني لل 200 300 الف فدان هنطلع وهنزرع وهنبيع، بس المهم ان احنا نبيع بسعر مجدي للفلاح ومجدي للتاجر. ولما نيجي نصنع الغزل والنسيج ونقدر ان احنا نبيعه من الاقطان طاوله التيله، مفيش شك زي ما قلت لحضرتك ان انا بدل ما اصدره قطن احسن لي ان انا اصدره غزل او نسيج، فدي ما فيهاش نقاش. انما لما ارجع بقى قدام ال 350 الف امتار اللي احنا بنصنعهم من الغزل من الاقطان طاوله التيله، احنا بنستورد 2.2 مليون امتار من الاقطان قصيره التيل. يعني اغلب صادراتي النهارده من الملابس الجاهزه اللي بتتصدر هي من الاقطان قصيره التيل، لان الاقطان قصيره التيله بتمثل 98% من الانتاج العالمي. فصحيح ان انا اتعرفت بالاقطان طاوله التيله، وصحيح ضروري نحافظ عليه وننميه ونكبره، بس بدون ما يكون الكلام ده على حساب الصناعه. فالصناعة مطلوب حل مشاكلها النهاردة بتقليل النفقات وتقليل التكلفة بتاعت الأقطان سواء المستوردة أو اللي أحاول أن أنا أزرعها هنا بعيدا عن الوجه القبلي والوجه البحري، يعني في الصحراء، بإنتاجية عالية للفدان مش أقل من 13-14 إمتار. الإنتاجية بتاعت بالمناسبة الأقطان طويلة التيل احنا بنتكلم على 7 إمتار، ده متوسط البلد يعني. فلما اتكلم على اني بعمل بميكنة بعمل اقطان قصيرة التيلة ب 14 انطار، يبقى انا بضاعف الانتاجية بتاعتي وبالتالي بقلل التكلفة على الصناعة. فالمهم ان هما خطين متوازيين، الحفاظ على الاقطان طويلة التيلة بشدة وتنميتها، وحتى نعمل ريبراندنج عشان اقدر ارجع بنظافتها واقدر ابيعها في العالم. ده ما فيش نقاش، ده تراك وشغال، وهو ده الميزه الاساسيه بتاعتنا. في نفس الوقت ضروري نطور بقيه الصناعه، فاحنا ماشيين على التراكين الحمد لله. تمام، وضحت يا سياده الوزير. طيب هل يعني الشركات اللي بنتكلم عليها والمصانع طبعا غير الجديد اللي بيتعمل، شركات على مدار سنين طويله الخسران منها والمتعسر، يعني حجم مديونيات القطاع، وهل يعني بيقف تحدي قدام تطوير المنظومة في الوقت الحالي يا فندم؟ أكيد المديونيات وصلت تعدت ال 45 مليار جنيه، كثير منها متعثر، وعندنا خطة لوقف الخسائر دي بعدها بإغلاق الشركات. ابتدينا في 2018 ثم 2019 بشركتين، وزي ما قلت قبل كده حيثما في خطة للتطوير ولو حطينا استثمارات كبيرة ويعني بذلنا النفيس والغالي علشان نطور الشركة ونحولها من الخسائر للربحية بنعملها، بس ساعات بيبقى يتعذر علينا كده، ويبقى الحل الوحيد هو إيقاف نزيف الخسائر.